ويلكم باك اجين، انا مهاب عمر. اليوم حلقه جديده هنتعلم فيها كوردات جديده، اغنيه جديده. اللي ما شاف الحلقه الماضيه اغنيه سابك عشقن، هقول لكم بسرعه ايش فكرتي لتعليم الجيتار. انا بعلم الجيتار عن طريق احنا نتعلم اغاني تانية. هذه هي الطريقه اللي انا تعلمت فيها الجيتار. مدرسي كان اليوتيوب واصحابي اللي كانوا يلعبوا الجيتار، فمو شرط ان انت تاخذ دروس جيتار عشان تعرف تعزف جيتار وتتعلم تلعب جيتار. الفكرة حتكون دائما مكونة من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول كورد بريفيو، وزن الجيتار. الجزء الثاني حيكون إنه هلعب الأغنية كاملة، شغل أغنية وبلعب معها، ودائما حوريكم يدي اليمين اللي هي اللي فيها الريثم، ويدي اليسار اللي بتلعب الكوردات. الجزء الثالث حيكون إذا فيه جزء سريع في الأغنية، غالبا بيكون السولو، ببطئه وبعيد بالبطيء وهلعب بنفس السرعة وعيد بالبطيء. هذه هي الفكرة، أتمنى تستفيدوا منها. و let's start.